سيداتي سادتي ضيوفنا الكرام، انعقد منذ قليل اجتماع المجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وصادق بإجماع أعضائه الحاضرين على القرار الترتيبي عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 والمتعلق بالتصريح بنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية كالآتي: إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصلين 5 و22 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 وخاصة الفصول 142 و143 جديد و148 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 مايو 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جوليا 2022 وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جوليا 2014 وعلى محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها وعلى محضر المكتب المركزي المكلف بجمع نتائج الاقتراع وعلى محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 26 جوليا 2022 وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 26 جويلية 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022 وبعد الاطلاع على الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية في مادة نزاعات النتائج الأولية للاستفتاء في القضية الصادرة فيها الحكم بتاريخ 5 أوت 2022 وعلى ما يفيد سيرورته باتاً وعلى الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية في مادة نزاعات النتائج الأولية للاستفتاء في القضية الصادر فيها الحكم بتاريخ 5 أوت 2022 وعلى ما يفيد سيرورته باتاً وبعد توصل الهيئة بشهادة في منطوق القرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بتاريخ 16 أوت 2022 وبعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 16 أوت 2022 يصدر القرار الآتي نصه: الفصل الأول: آلة عمليات الاقتراع والفرز والجمع إلى النتائج النهائية التالية: أولاً، العدد الجملي للناخبين المسجلين 9,278,541 ناخب. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 1,830,094 ناخب. مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين 1,756,607 صوتا. العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة 56,479 ورقة. العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء 17,008 ورقة. ثانياً، عدد الأصوات المصرح بها لكل إجابة. الإجابة بنعم تحصلت على 1,607,884 صوتاً بنسبة 94.6%. الإجابة لا تحصلت على 148,723 صوتاً بنسبة 5.4%. الفصل الثاني:
طبعاً لتحصل الإجابة نعم على الأغلبية من مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين، تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء طبقاً للفصل 117 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022. الفصل الثالث، يدخل الدستور الجديد للجمهورية التونسية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج الاستفتاء النهائية، وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وينفذ كدستور للجمهورية التونسية، وذلك طبقاً للمقتضيات الواردة بالفصل 142 من دستور 25 جويلية 2022. الفصل الرابع، ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة. عاشت تونس حرة مستقلة منيعة أبد الدهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.